السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست آيس كريم النجاح. حلقة اليوم بعنوان غربة وكربة وهم للركبة. حكايتي مع التغرب ومن عطفات التغيير طويلة، ربما بدأت منذ ولادتي في اسكتلندا ثم عودتي قبل نكمل العام الأول إلى الوطن، وسبق أني تكلمت عنها في حلقة وأضأت شمعة. اللي ما سمعها يروح يسمعها إذا سمحت، واللي كانت امتداد لتنقلات أبي اللي بدأت بسفره في الخمسينيات إلى القاهرة لمواصلة تعليمه الجامعي في جامعة القاهرة العريقة على حساب سيدي الله يرحمه اللي دفع كل مدخراته تقريبا والبالغة 100 جنيه مصري وضعها أبي في شرابه قبل أن يلبس جزمته ليلحق الدراسة وما يتأخر عن أقرانه بسبب عدم حصوله على البعثة اللي كانت مقاعدها محدودة جدا ذاك العام. سافر أبي رغم معارضة الأهل والأقارب لسيدي بحجة أنه رح يرسل ولده الشاب لآخر الدنيا دون رقيب أو حسيب وكمان بدون بعثة. لم تزحزح المعارضة موقف سيدي الله يرحمه اللي رغم أنه كان مستور الحال لم يكن يبخل على تعليم أبنائه. الحمد لله حصل والدي على البعثة بعد عام من ذلك، ثم عاد بعد إكمال دراسته ليعمل لفترة قصيرة كمعيد في الجامعة ويعود من جديد لآخر الدنيا، وهذه المرة إلى أقصى شمال بريطانيا، ثم عاد بعد أعوام قصيرة ليتزوج والدتي اللي تحمست لموضوع السفر واستحبها معه إلى أرض القلاع وأساطير البلوك والفرسان سانت أندروز. دراستي في الروضة الابتدائي والمتوسط والثانوي كانت في مدارس قريبة جدا من بيتنا، يمكن أقصى مسافة كانت عدة كيلومترات تفصل بيتنا عن مدرسة جعفر بن أبي طالب في حي الششة في مكة المكرمة. مع وصولي للصف الثالث ثانوي كان مساري شبه تلقائي ومتوقع للتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة لألحق بمن سبقني من الزملاء إليها. كانت جامعة أم القرى تلك الفترة خارج النطاق لأن التخصصات الهندسية فيها كانت محدودة، لكن بدأت الأفكار والاقتراحات تأتي من كل مكان، وتحديداً للدراسة في جامعة البترول والمعادن في الظهران. أحد أقربائي اللي كان في زيارتنا قال لي تراها صعبة وما تبغى كلام ماما وبابا وأشياء زي كده، كأنه يقول صعبة عليك يا أبو الشباب وخليك قريب. كان معي في نفس المرحلة خالي عبد الرحيم اللي أكل دماغي بالقصص اللي حكيها عن جامعة البترول، متأثراً بحكايات أخو صديقه في المرحلة الثانوية عمر بحبيل اللي هو المهندس صلاح بحبيل اللي كان يدرس في الجامعة في تلك الفترة. في المقابل كان صديقي وقريب ياسر بهادر يحاول يقنعني بالجامعة، فاستمرت حيرتي بين اختيار القرب من الأهل والفلة مع الأصحاب أو الرحيل إلى المجهول، إلى أن حانت اللحظة اللي طلب مني مسؤول القبول الاستمارة الأصلية بعد أن قال مبروك أنت مقبول، وجدت نفسي تلقائياً أسلم إياها دون أن أنطق بكلمة. بعد خروجي من مقر الاختبار في قاعة الأحوال المدنية في حي الحمرة في جدة لم يصدق زملائي ما قمت به، وتعالت التعليقات إيش يوديك آخر الدنيا وربما كلها سنة وترجع. حتى أنا كان لي حظ من المفاجآت، فأحد أكبر المحمسين لي قرر دخول كلية الطب في آخر لحظة والبقاء في جدة وأصبح الدكتور ياسر، عدا خالي العزيز اللي سبقني للجامعة وواصل دعمه لي في مرحلة التأقلم مع الحياة الجديدة. ما أحتاج أقول أن أمي وأبوي كانوا فرحانين جدا بسفري لأني زودت عيار الفلتة والفلة مع الأصحاب في آخر أيامي. أما حكايتي مع الجامعة فلها يمكن حلقات مختلفة فنعديها المرة دي. بعد 8 سنوات من التخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والعمل وتحديداً عام 1998 انتقلت مع زوجتي وثلاثة أطفال أكبرهم في الخامسة وأصغرهم بعمر 40 يوم إلى آخر الدنيا، وتحديداً إلى جامعة بوردو في وست لافايت بولاية إنديانا لدراسة الماجستير في هندسة الطيران وخوض تجربة تأسيس بيت من جديد وعودة إلى مقاعد الدراسة اللي كانت مؤلمة وممتعة في نفس الوقت، وبرضي هذه لها حكاية تانية. عدت بعد التخرج مباشرة للعمل من جديد
بعد سنة ونص تقريبا، وتحديدا ليلة رأس السنة الميلادية للعام 2000 اللي استقبلناه ونحن على متن طائرة الخطوط الألمانية لوفتهانزا، وهي شبه خاوية بسبب الخوف العام من ركوب الطائرات تلك الليلة اللي كانت وقع فيها أن تصفر فيها تواريخ الحاسبات اللي كانت تأخذ الرقمين الأخيرين فقط للعام لتصبح 00 تعبيرا عن الرقم 2000. فكان التخوف من اختلاط الأمور على أبراج المراقبة أو توقف عمل كمبيوترات الطائرات، وبالتالي إما أن تتساقط الطائرات أو تبقى معلقة في السماء. ما أخفيكم أنه كانت فرصة للأولاد يبسطوا يبنوا قلاع وحصون بالبطانيات في الطائرة، خاصة أنه الطاقم احتفل برأس السنة مرتين، مرة بتوقيت ألمانيا ومرة بتوقيت أمريكا، وإحنا لازلنا نحلق في السماء. بعد محاولات متعددة لم تكتمل للسفر لأوروبا لإكمال الدكتوراه، انتقلت بعد 11 عام أي عام 2011 من جديد مع الأسرة إلى آخر الدنيا، هذه المرة إلى ويستبرو في ولاية ماساتشوستس لدراسة الدكتوراه في ديناميكا النظم وسلوك المنظمات في جامعة ويستر بوليتكنيك انستيتيوت في ويستر أكيد، وبداية حياة جديدة مختلفة تماما. فكل فرد من الأسرة كان في مرحلة دراسية مختلفة، فمحمود سيبدأ الجامعة، سفانة في الثانوي ومعن في المتوسط، والخزامة في الابتدائي، وزوجتي هبة بدأت تدرس اللغة سعيا لدراسة المساج العلاجي. كان تغيير كبير في العائلة، تجاوز حجم المنزل والخدمات المساندة المتوفرة إلى تفاصيل أخرى يمكننا الحديث عنها في وقت لاحق إن شاء الله. بعد إكمال الدكتوراه عدت مع ابني الأكبر اللي تخرجت وياه في نفس الأسبوع بفارق يومين فقط إلى الوطن، وصلت عملي في الجامعة كباحث غير متفرغ متنقل بين السعودية وأمريكا لعدة سنوات. أحد أسباب ذلك هو تمكين أسرتي من البقاء في الخارج لإكمال دراسة بقية الأبناء واستمرارية ابني معا في البرنامج التأهيلي الانتقالي لذوي احتياجات الخاصة التوحد تحديدا لمرحلة ما بعد الثانوي كي يكمل دراسته الجامعية، وهو برنامج لا يتوفر محليا ولا تشمل بعثات وزارة التعليم بأي حال من الأحوال. مرت أكثر من 5 أعوام على هذا الوضع ليسر لكل منا إكمال مسيرته لتحقيق تطلعاته. فابني الأكبر تزوج واستقر وأصبح أب، وأنا بالتالي جد، وابنتي الكبرى أكملت دراستها وتدريبها وعادت إلى السعودية لتعمل بها، ولازال البقية يواصلون دراستهم بكل ما يمكن أن يتخلل ذلك من فرص وتحديات الله يعين عليها. قبل عام تقريبا أتيحت لي الفرصة للتدريس في جامعة جيمس ماديسون في أمريكا في قسم يتناسب مع اهتماماتي المتنوعة وخبرتي الممتدة، ويمكنني من تجربة أسلوب مختلف في التعليم الجامعي اللي يدمج العلوم والتقنية سويا لتأهيل أجيال المستقبل وإفادة أبناء الوطن من خلالها بإذن الله. بعد استشارة أبي اللي باركها مباشرة وقبول أمي اللي تتمنى لنا الخير حيث كنا، توكلت على الله وقبلتها رغم ما ترتب عليها من قرارات صعبة وتغييرات محورية، وانتقلت مع زوجتي لولاية فيرجينيا لأبدأ مرحلة جديدة نسأل الله أن يبارك فيها. خلال هذه المسيرة الممتدة لخمسة عقود تقريبا تطورت وسائل الاتصال اللي كانت أيام أبويا بالرسائل والبرقيات والأشرطة والاسطوانات، ثم تحولت للاتصال بالهاتف الثابت والإيميلات والجوالات، ثم المحادثات النصية بالآي سي كيو والمسنجر، حتى وصولها إلى الفيس تايم والدو وسناب وحبيب الشعب الواتساب. فمعها قصرة المسافات وسهل وصول القصص والحكايات ومشاركة الأفراح والأتراح وتبادل المشاعر والأفكار وتحسين أو دهورة العلاقات، وربما مكنت البعيد اللي في آخر الدنيا أن يصبح في درجة مقاربة من دفء العلاقة مع القريب اللي في نفس الغرفة، مع الفارق طبعا. في كل مرحلة من مراحل السفر والتنقل السابق اللي بدأت مع أبي واستمرت معي ومع أسرتي، كانت تعد سفر إلى آخر الدنيا لطلب علم مفيد واكتساب خبرة نادرة أو الحصول على خدمة مهمة وتعرف على شعوب وتبادل ثقافات وسير في أرض الله الواسعة اللي كان يجوبها الرحالة والمستكشفون وطلاب العلم منذ غابر الزمان إلى هذه الأيام، ولمسوا فوائدها بل ومدحوها في كتاباتهم وأشعارهم. ولا شك أيضا بأن تسهيلات الحياة وتطور وسائل الاتصال غيرت كثير من مفهوم المثل المعروف غربة وكربة وهم للركبة. وسلامتكم.